في هذا الفيديو رقم 60 من هذه السلسله ديال التمارين ديال الالغوريثميك غنحاولوا نخدموا على التمرين التالي. هذا التمرين غنطلبوا من واحد لوتيليزاتور انه يدخل واحد لي زيليمون ديال واحد الماتريس ديال لاطاي ديال جوج جوج او واحد طابلو دو ديمونسيون اللي فيه جوج ديال لين وجوج ديال لي كولون. من بعد الالغوريثم خصو يحسب ويافيشي ديتيرمينون ديال هذه الماتريس هذه. الوغ بالنسبه لي دوني غادي تكون هي الماتريس اللي غيدخل لوتيليزاتور القيم ديالها ا بي سي دي, ومن بعد ديتيرمينون خص تحسب وتافيشي النتيجه التاليه. دونك ديتيرمينون في الماتريس كتحسب بالطريقه التاليه, كنديرو ا فوا دي ناقص بي فوا سي. مثلا لوتيليزاتور دخل هاد القيم هادو, غادي نشدو جوج نضربها في 4 نقص منها 5 مضروبه في 8, وفي الاخير غادي نلقاو النتيجه ديال 32. الوغ قبل ما ندوزو لا سوليسيون غادي نعطيكم الطريقه اللي غادي نديرو. اولا غنديرو لا ديكلاراسيون ديال واحد الطابلو دو ديمونسيون فيه جوج ديال لي لين و جوج ديال لي كولون في الميموار ديال لورديناتور او لا لا ديكلاراسيون في الالغوريثم. من بعد غادي نستعملو دو بوكل, واحد كيمشي من 0 و 1 و الاخر كيمشي من 0 و 1 على حساب لي لين و على حساب لي كولون, باش يجي لوتيليزاتور و يستعمل لير او يستعمل الكلافي في هاد الحالة و نوتيليزو لانستركسيون لير ويدخل لي زيليمون لي بغا اولا لي فالور لي بغا في لي فالور ديال الماتريس. مثلا دخل هاد لي فالور هادو باش نحسبو ديتيرمينون, سي تري تري سامبل. اي سوفي اننا نستعملو العلاقه التاليه, ديتيرمينون كتساوي اول اليمون في الطابلو اللي هو تي 00 مضروبه في تي 11 ناقص تي 01 مضروبه في تي 10, وكنلقى ديتيرمينون ديال هاد الماتريس. الوغ هاد لا ميثود اللي شفنا غادي نعاود نكتبوها على شكل واحد الالغوريثم. بالنسبه لي فاريابل غادي يكون عندنا واحد الطابلو بعدا دونك ديال نسموه في هاد الحالة نيت تي, لاطاي ديالو جوج فيغكول جوج. بالنسبة لو تيب ديال لي فالور لي فيه غنديرهم غيال. من بعد غادي يكون عندنا اي فيغكول جي, هادو غادي نستعملوهم في لي بوكل, غادي يكونو دو تيب اونتي. وفي الأخير غادي تكون عندنا ديتيرمينون دو تيب في هاد الحالة غيال لي غادي نحسبو في الأخير. من بعد غنبداو جي بي مع فان. كما دائما اول حاجه كتبقى لينا هي اولا كنبداو بها هي اننا خصنا نسيزيو لي فالور ديال لي دوني اللي هما في هذه الحاله لوتيليزاتور هو اللي غادي سيزيهم. غادي نقولوا ليه واحد الميساج في سيزير باغ اكزومبل لي زيليمون دو لا ماتريس في هذه الحاله تي, ومن بعد غادي يستعمل الكلافي باش يدخل هاد لي زيليمون هادو. دونك باش نسهلوا عليه لي شوز غندير واحد البوكل لي كي يدوز على جميع لي لي زيليمون ديال الماتريس اللي كيمشي من في الاول على حساب لين من 0 حتى ل 1 وبلوبا هو 1. دونك هنا غنديرو فير, دونك عندنا جوج ديال لي زيليمون اولا جوج ديال لي لين, وعندنا اوسي جوج ديال لي كولون. دونك هنا غادي نستعملو انديس اخر اللي هو جي, غادي يمشي بتاعهم 0 حتى ل 1, لوبا توجور هو 1, ومن بعد غنديرو فير. من بعد باش نريكوبيريو هاد لي فالور كنديرو لير انتر دو بارونتيز تي اي فيغول جي, وكان ريكوبيري هاد لي فالور. بعد غادي ندير فان بوغ باش نكون ساليت هاد لافاز هادي, ومن بعد عاوتاني فان بوغ باش نكون ساليت البوكل الاول. من بعد باش نحسب ديتيرمينون, دونك ديتيرمينون كان افيكتيو لها اش, كان افيكتيو لها اول اليمون في الطابلو اللي هو قلنا 0.0 غنضربوها في اش, غنضربوها في تي 1.1 وغادي نقص منها اش, غادي نقص منها تي 0.1 وغنضربو هادي في تي, دونك نقلبو 0 مع 1 غندير 1.0. فوالا دونك غادي نكون دابا ساليت الحساب ديال الديتيرمينون اولا درت تريتمون. كتبقى لي اخر حاجة هي نافيشي لو ريزولتا. دونك باش نافيشيو سوفي اننا نكتبو لو ديتيرمينون نو دو لا ماتريس, اي دونك كنافيشيو الفالور ديال ديتيرمينون. فوالا غادي نكون دابا ساليت الالغوريثم. دونك الالغوريثم كان بسيط بزاف, كان الهدف هو انني نكتب واحد الالغوريثم كيطلب من لوتيليزاتور انه يدخل لي زيليمون ديال واحد الماتريس دو لا تاي ديال جوج جوج او واحد طابلو دو ديمونسيون في جوج ديال لي لين وجوج ديال لي كولون. من بعد كنستعمل هاد لا رولاسيون باش نحسب ديتيرمينون, واخيرا كنافيشي ديتيرمينون اون يوتيليزون لانستركسيون ايكرير.